عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل القطايف بالعجوه. سهله قوي وبسيطه. انا عملت عجينه القطايف قبل كده وهعملها معاكم تاني عشان الناس اللي باظت منها. المقادير معايا بسيطه: دقيق وميه وخميره وسكر ورشه ملح. طبعا الدقيق بيبقى قد الميه، وعندي عندي عجوه لسه هفصصها واسيحها. انا بقول لكم بسيحها ازاي. هعمل العجينه الاول واسيبها تخمر على ما اجهز العجوه. اول حاجه في العجينه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الدقيق والملح والسكر والخميره، ونحط عليهم الميه ونقعد نقلب لحد ما تعمل معانا عجينه. بسم الله. الكميه دي اكبر من كوبايه دقيق، انا زودت شويه كمان وزودت شويه ميه. نقلبها كويس قوي. اهم حاجه تقلبوا العجينه كويس عشان خاطر ما تبقاش مخلظه وتكلكع معاكم، وممكن تحطوها في الخلاط. خلاص كده العجينه جاهزه اهي، سيبها تخمر على ما اجهز العجوه. العجوه اهي عباره عن بلح انا مفصصاه، بلح طري، وحطيت له شويه ميه لحد ما يغلي ويطرى كده، وهدي له معلقه سمنه اهو. بلح بصوا انا مفصصاه من امبارح، بصوا عامل ازاي اهو، بس ناشف طبعا. حطيت له حوالي ربع كوبايه ميه، واسيبه بقى يغلي واقعد اقلب فيه من وقت للتاني عشان ما يتحرقش، وبعد كده اروح مدياله معلقه سمنه. هتبقى احلى عجوه وانضف عجوه من اللي احنا بنشتريها بره الجاهزه. بصوا بدات اهي تطرى، بصوا بقت عامله ازاي دلوقتي. واحده واحده هقلب فيها، وبعد كده اروح حطها في الكبه انعمها قوي علشان لما احشي بيها القطايف تمام تبقى ناعمه قوي، ما تبقاش بتقرش وما يبقاش فيها حته ناعمه وحته خشنه. واحده واحده، اهم حاجه النار تبقى واطيه لان العجوه بتتلدع بسرعه، خدوا بالكم. بصوا كده نعمت قوي اهي، هضربها في الكبه وتبقى كده ايه جاهزه. بعد ما اضربها في الكبه امشيها على النار شويه دقيقتين تاني او خمس دقايق بالكتير قوي، وبعد كده ايه تبقى جاهزه نبتدي نحشي بيها القطايف. الكبه حطيت فيها العجوه، نبتدي بقى افرمها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننعمها على قد ما نقدر، بس بحيث ما تكونش طريه زي الشوربه، تبقى ناعمه كده وحلوه وتبقى دايبه زي المعمود. وتشوفوا تبقى العجوه ناعمه فيه ازاي، هي نعملها كده. العجوه بقت جاهزه اهي، يلا بقى نعمل القطايف. خلاص القطايف خمرت اهي، اقلبها كويس قوي تمام. وادي العجوه جهزتها زي ما وريتكم، اقلب القطايف كويس جدا اهي، بحيث اخليها تنزل شويه مطرح الخمران ده كله، عشان خاطر ابتدي اسويها على طول في طاسه زي ما سويناها قبل كده. انا هوريكم كام واحده، وبعد كده هقعد اكمل الباقي انا، عشان انا عملت لكم فيديوهين قبل كده للقطايف، بس قلت اعيدها عشان خاطر الناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي قبل كده. يا سخنة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه تمام. انا هخلص بقى كله وارجع لكم تاني عشان نحشيهم، بس اول ما تطلعيه تحطيه على كيس او على فوطه. انا حاطه الطاسه على البوتاجاز فيها قطايف، على ما يستوي حاجه حاجه اكون حشيت اللي انا عملته. بصوا عشان طريه، بصوا بتقفل بسرعه، بتقفل على طول مش محتاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اهي، بصوا من تحت حلوه ازاي ما شاء الله عليها، والعجينه ناعمه جدا. لو انت بتعمليها وبعد ما خمرت منك وجيتي تصبيها لقيت العجينه تخينه قوي، اديها ربع كوبايه ميه هتبقى معاكي زي الفل. ان نوعيات الدقيق بتختلف يا جماعه تمام. احشوها بقى الحشوه اللي انتوا عايزينها. احنا ممكن بس دلوقتي سخنين دي بارده، ممكن تحشوها لحمه او جبنه او خضار، او تعملوها، اصبروا اوريكم تعملوها ازاي. في ناس بتحشيها كده، بتقفلها كده تمام لحد هنا الحته، وتحمرها كده، وكده تروح حشيها كريم شانتيه او نوتيلا وترش عليها مكسرات تمام. الحشوه اللي انتوا عايزينها احشوها لها. يلا بقى نقلي شويه ونلم الباقي في كيس في الفريزر، لان دي كتير قوي علينا. هقلي طبق كده واحد على قدنا، واشيل الباقي في كيس في الفريزر زي المره اللي فاتت. انا حاطه زيت يسخن على البوتاجاز، هروح اقلي فيه دلوقتي على طول. الزيت سخن اهو، الزيت سخن، ابتدي احط. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان القطايف تطلع معاكم قرمشه مش طريه زي ما انتوا ما بتقولوا، اهم حاجه الزيت يبقى سخن عشان تنزل على طول تتحمر تطلع معاكم قرمشه اهي. بصوا القطايف بدات تحمر ازاي وما اتفتحتش اهي، ما شاء الله زي الفل اهي.
حمرها شويه كمان عشان كده فاتحه، نديها لون اغمق شويه، وبعد كده نطلعها ونروح واكلينها على طول. شوفوا لونها حلو ازاي دلوقتي اهي، ما شاء الله ما شاء الله، ولا واحده اتفتحت اهي، والزيت نضيفه زي الفل ما فيهوش اي حاجه. نصفيهم بقى ونحطهم في الطبق ونروح ناكل. خلاص بصوا انا حمرتها اهي ما شاء الله، بصوا والباقي اهو هشيله في كيس في الفريزر. نكسر واحده بس، انا عايزه واحده. بصوا شوفوا صوت القرمشه بتاعتها، بصوا من جوه طريه وبجد طعمه حلو جدا. ياه سخن قوي ده. الناس اللي بتخاف تعمل شربات تعمله، ان ده اصلا بيتعمل من غير شربات، ده يعني مسافه ما بيطلع بيبرد ويتاكل، بجد طعمها حلو. ان العجوه مسكره مش محتاجه تاخد شربات، بجد جربوه حلو جدا جدا جدا، والعجوه جواه جميله قوي بصراحه، هيعجبكم والله العظيم. جربوه هيعجبكم، ومستنيه رايكم لو في حاجه تانيه. الايام اللي جايه ان شاء الله هبقى اعمل لكم انواع قطايف مختلفه، هعمل لكم مره بالكاستر ومره بالكريمه ومره بالمكسرات، مره على مره لحد ما نخلص كل انواع القطايف باذن الله، وابقى اعمل لكم الكنافات برده، وباذن الله واحده واحده مع بعض نخلص كله. كل سنه وانتم طيبين.